وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، أهلا وسهلا بحضراتكم في صالون الأوقاف الثقافي الذي يعتبر بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. يسعدنا بداية أن نرحب بحضراتكم وأن نرحب بالأستاذ الدكتور أحمد جمال أحمد. هي من أكثر الكلمات إثارة والتي تتنازعها التيارات الفكرية والثقافية المختلفة. والتجديد لا يعني أننا نأتي على الثوابت أو الأصول أو المبادئ. التجديد يعني أننا نتحدث عن آليات وعن أساليب للتجديد. والواقع فإن التجديد الديني أو تجديد الخطاب الديني لا شك أنه الآن هو المنطقة التي يتحدث فيها الكل. والآن المهمة صارت أصعب على الدعاء وعلى المفكرين وعلى أصحاب الرأي وقبل هؤلاء جميعا على الحكام الذين يصدرون قرارات تلتزم بها الجماعة. ليه؟ لأنه من لم يطلع على عصره رأي يحال بينه وبين الكلام في الشرائع والمصالح العمومية. لأنه من لم يدرك هذا رأيه يبقى معزول تماما عن الواقع. ولذلك يعني الذين أعرفوا بعلم كثيرون ومنهم الحراس الإسلامي أئمة كبار بكل معايير الكبر في أمور الجماعات.